استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله هذا اليوم صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال رئيس منتدى الفكر العربي بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك بمناسبة زيارته للمملكة. ورحب جلالة الملك المعظم بصاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال وأشاد بأواصر العلاقات الأخوية الراسخة والروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين وشقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية، وما يشهده التعاون والعمل الثنائي المشترك من ازدهار ونمو متواصل في المجالات كافة بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الشقيقين. كما نوه جلالته باهتمام صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال بالقضايا الفكرية والثقافية والأدبية ونشاطاته الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الفكر العربي. هذا وكان صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال قد وصل إلى البلاد ظهر اليوم، حيث كان سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثلي جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني في مقدمة مستقبلي سموه، كما كان في الاستقبال الشيخ نيل بنت حمد بن إبراهيم آل خليفة ومحافظ محافظة المحرق وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة البحرين وعدد من المستقبلين.